حضور جماهيري لم تشهده البطولات الرياضية اليمنية منذ سنوات، خصوصا في الدوري التنشيطي لكرة القدم الذي يقام في ملعب سيئون الأولمبي. أهازيج وأغاني طربية انطلقت هنا مصاحبة للفعالية توديها هذه الجماهير الغفيرة، لتشكل لوحة فنية تظهر من خلالها شغفها بعودة الحياة بعيدا عن مآسي الحرب والدمار. عادت الحياة إلى روح الجماهير والشعب اليمني، نشوف المدرجات كيف متسمة، والآن النتيجة 1-0 على صنعاء، وإن شاء الله يلعبون بأداء جميل ولعب رائع. إحنا جينا من العاصمة صنعاء لدعم الرياضة، ونتمنى من قادة اليمن كاملة، لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب، أن يدعموا الرياضة لأنها منهارة جدا جدا جدا. في النشتي من قادتنا أن يدعموا الرياضة ويتركون الحروب هذه والمشاكل. أثارت هذه الجماهير في مباراة أهل صنعاء مع نظيره وحدة عدن دهشة متابعي البطولة، حيث أظهرت جزءا من جمال المنافسات الكروية المحلية بحضورها ودعمها لفرقها المشاركة بشكل إيجابي، مضيفة نكهة جمالية خاصة لأجواء المباراة الحماسية من خلال طريقة التشجيع واختيار شعارات الهتافات. طبعا عودة الدوري اليمني أو الدور التنشيطي عادت معه الحياة الرياضية، وخاصة الجماهير العاشقة للرياضة عادت اليوم إلى المدرجات. الحب الكبير عند هذه الجماهير للرياضة حقيقة كبير جدا. نتمنى من اتحاد كرة القدم تفعيل الدوري العام بشكل مستمر وخاصة في المحافظات، فالجمهور الرياضي العاشق اليوم الذي نشاهده في هذه البطولة يمثل حقيقة شيء إيجابي بالنسبة للرياضة. مطالبات واسعة من قبل الجماهير، خصوصا المهتمين بالشان الرياضي، لاستمرار الفعاليات والأنشطة الرياضية بما فيها الدوري اليمني الممتاز الذي لاقى متابعة واسعة من خلال الدور التنشيطي الهادف لاستعادة الحياة إيقاعها الطبيعي، ودفع هذه الجماهير لممارسة حياتهم الطبيعية متمنين أن تنتهي الحرب وينتهي ما علق في أذهانهم من مشاهدها المروعة. تؤكد هذه الجماهير على استاد سيئون الأولمبي في الدوري التنشيطي ضرورة عودة الرياضة اليمنية بعد توقف لخمس سنوات جراء الحرب التي شهدتها البلاد. حدد مساعد، قناة بلقيس، من استاد سيئون الأولمبي، حضرموت.